السلام عليكم يا شباب، الله يعطيكم العافية ويجزيكم الخير. تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم يا شباب الثلاثاء 2 رمضان 2024، احنا الآن بسوق الغنم في مدينة معرة مصلين شمال سوريا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اليوم ما استحضرني حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، أبدأ بالمقدمة بالفيديو. فاكتبوا لنا بالتعليقات يا شباب أحاديث، ذكرونا بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى نستحضر أحاديث نذكرها في بداية الفيديو. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. والله يا شباب سوقنا أحسه اليوم أحسن من سوق امبارح، أحسن من سوق الاثنين. امبارح سوق أول يوم رمضان كانت الناس هاجدة، اليوم كأنه بيسوق أحسن شوي. الآن أغطي لكم السوق كامل، يعني أتمنى منكم الاشتراك بالقناة، ضغط على زر الإعجاب واكتبوا لنا بالتعليقات من وين عم تتابعونا، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تعليق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قبل ما نبدأ الفيديو يا شباب تذكرون عملنا سلسلة تسمين إخراف في فصل الشتاء أو في فصل البرد عموما، يعني فصار لي فترة منقطع لأنه كنت طعمي شعير وما حولنا على خلطة التسميم. فاليوم راح أنزلكم فيديو يعني حولنا من الشعير إلى خلطة التسمين. من الآن راح ننطلق بالتسمين إلى عيد الأضحى إن شاء الله، يعني عندنا شهر رمضان وشهرين وعشرة أيام بعد عيد الأضحى، يعني تقريبا 3 أشهر. العشرة أيام هاي راح تكون إيش؟ فترة تحويل ومتابعة ولقاحات، لأنه ممكن في يكون في مثلا مضاد للتسمم أو كذا، لأنه تعرف الخروف لما يحول من التدريج إلى التسمين يعني ممكن يصيبه تسمم، فلازم يكون في فترة مراقبة. فالأسبوع 10 أيام مراقبة وثلاثة أشهر كلها تسمين. اخترنا يعني نوعية خلطة إن شاء الله راح تعجبكم وإن شاء الله راح تكون ممتازة. فتابعونا شوفوا شو هي الخلطة اللي اخترناها وشوفوا الفيديو وشوفوا الفيديوهات السابقة حتى تستفيدوا. إذا كنت رابط إخراف لرمضان وكنت مبتدئ مثل حكايتي تابع معنا، يعني أنا قدامك تجربة عملية، إذا أنا تخربطت أنت تلحق حالك. إي نعم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الآن أغطي لكم السوق كاملا. الدلالين والغنم هذا اول شيء، والموزعين وابو حمزه وبالكل حبيب قلب الله يسعدك. الله يسلمك الله يسلمك الله يسلمك ان شاء الله كل عام وانتم بخير. الورد الله يعيننا على الصيام ان شاء الله ان شاء الله. شلون السوق عندكم حميد؟ السوق طيب، رفع 35 قبلنا هلا اشكاره اخراف. ايوه اخراف، نعم. اشكارتين ب 30. ايش قد وزن حميد تقريبا يعني؟ يعني هاي اللي قبلناها اخر يوم 35 كسر شيء ستينات بس. أيه. لحم طيب يعني؟ بس لحم طيب اول. بيب 5 5 و10؟ لا ما في ابدا ولا ب 15. اعطونا بهذيك الاشكاره هذيك. اي نعم 5 و15 ما كنا نبيعها. ما شاء الله تبارك الله. انعاج هاي ايش قد اسعارها؟ انعاج ما حدا قرب علي حاليا، تو بعد هذيك الغنم هذيك يصور هذيك الغنم. اللهم صل على 34. 4 دولارات و30. اللهم صل على محمد. هاي نعم كويس والله، 4 دولارات و30. الغنم ايه ستينات كمان. ستينات ما شفنا فطايم، ما ابي فطايم. هذه اشكاره عند قرقورة خير الله. 5 دولارات؟ 5 دولارات انباع منها ولا ما انباع؟ والله اعطونا تنايم 5 دولارات ما كان يبيع. بده ايش قد يعني؟ بده 5 و10. 5 و10 تنقايه راس وراسين يعني؟ اي. ايش قد اوزانها حميد؟ يعني اذا بدنا والله بيها 45 كيلو. اللهم صل على محمد. جزنا ناخذ لنا وحده بي رجال موصلين عليها والله. اي والله تشوف خير الله. هنا هاي اخذنا لك ابو عمر يا شباب، حبيبي ابو عمر الله يسلمك. 49 كيلو. صلاة والسلام عليك. اخذناها لاخونا ابو عمر ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. هاي اخذ ثاني وصاني عليها رجال. 49 كيلو وزنت هاي ابو 49 كيلو. ما شاء الله تبارك الله، الصلاة والسلام على رسول الله. 36 25 5 وربع 35 35 اي نعم. هاي شكاير نعم. اللهم صل. الرادي 40 نعم. ما شاء الله تبارك الله، كويس السوق يعني. السوق كويس الحمد لله. الحمد لله، الله يجزاكم الخير يا شباب. والله كانوا سوق اللحم زين يا شباب، الصلاة والسلام على رسول الله. والله طلعت 49 كيلو، الصلاة والسلام على رسول الله. ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله. اعطوك بين جبارة 5 مو خير الله؟ 5 تنقاية. اي نعم 5 تنقاية. الصلاة والسلام على رسول الله. هذا انت تريد 5 جبارة. 5 مبيع. اي نعم اللهم صل على محمد، والله بضاعة زينة يا اخي. متعوب عليها متعوب عليها والله. يعني 5 تصنيف. ايش قد مدة ربطهن ما شاء الله؟ ايش قد ربطتها؟ يعني بالشهرين. اي نعم. هسه احنا نريد نسرق منك سر المصلحة، الخلطة شنية؟ الخلطة نسبة الشعير، نسبة المواد الثانية 600 شعير. 600 كيلو شعير. 100 حنطة. 100 حنطة. 50 خالة. 50 خالة. 100 جبان. 100 جبان. 150 عدس. 150 عدس. 50 كيلو خالة. اي نعم. واملاح وفيتامينات. املاح وفيتامينات هاي لا تسب. والله استعملت فيتامين ابو الجزرة مو؟
او الجزر انتروفيت. نعم هذا ممكن نحط لها فيتامين مع العلف. نعم في 5 كيلوات على طول نوعيه كويسه. بس الاملاح اللي تستعمل الملح الحجري المعلق ولا ملح الابيض؟ والله ان جربت ولقيت يعني رمل هذا تنسي يشتف عليه الخروف اكثر. نحط 30 كيلو رمل على طول. اي نعم 30 كيلو نحاته مو نحاته رمل. اي نعم كويس كمان تتملح بها الغنم. اي والله الحمد لله نحن نمطالع تحويل جيد يعني ما شاء الله. حتى القصاب اللي ياخذ اول مره يرجع ثاني. ما شاء الله تبارك الله. الله يرزقك الله يرزقك اخوي خير الله. ما شاء الله تبارك الله بضاعه حلوه ونظيفه والله اللي يتعب الله يرزقه. احنا والله اي نعم يمين وكبد. اي نعم هو الانسان لما يتعب يحس انه فعلا سوى شيء يعني. بالضبط. اي نعم الله يجزاك والله ليل نهار لا تحني بالكلام. مدارا نعم. ما عندنا شغله. ايش قد مده ربطهن ما شاء الله؟ ربط شهرين. شهرين. شهرين احنا نجيبها يعني وسط ما مي خاميه خاميه يعني نجيبها ام 33 34 بالضبط. اي نعم. بيها عرق لحم. اي نعم يكون بيع ما تكون خاميه خالص. ليش؟ ليش؟ افضل تجيب اسرع من الخاميه. خاميه بدها فتره تتصحصح يعني. نعم اي والله هاي فكره صحيحه. الله يجزاك تختصر يعني وقت. اي نعم. تختصر عليك وقت. الله يجزاك الخير اخوي خير الله. اذا بدك تصلح اي شغله بسيارتك دائما تكون حريص انه ما يحط ايده فيها الا معلم يكون حريف. واحنا بسوريا اشهر شيء عندنا انه الحلبيه هم ملوك صيانه السيارات. لما يكون المعلم حلبي خريج الراموسة تاخذ منه شغل نظيف نظيف نظيف. اليوم اجينا على ورشه الحلبي، ورشه اخونا عبود الصباغ واخوانه. الورشه شامله كافه جوانب الصيانه من الميكانيك الى التصويج الى الكهرباء الى البنشر. الشباب سمعتهم سابقتهم. عنوان الورشة المفرق الطريق الزراعي الطالع من بلدة التوامة باتجاه مدينة الدانة. الورشة تاخذ منها شغل نظيف 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 كتواتو. لا بس تطول ولا تصير والله يعني حرام طيبات والله. انت عم تكون نقدي بدك قد ايه؟ 200 دولار عم يندفع بيه. نمشي على 200 دولار. اي والله ربحوا. على ظهري. يا روحي. تعالي انت عنهم. راسي ابو عواد. والله مشان ما تراجع والله. تعالي خيود والله مشان ما تراجع. والله العظيم كو عارف شو ربحوا. اسمع خيود الصبح بتعزع. عم يشدني والله. صلي على الرسول الصبح. ما بتراجع. 10 10. حجي بعدنا. والله قرش ما عندي. ما بيعوا ما بيعوا. والله العظيم تقول ما يطلع على الحديث يا سلام يا بعدنا هالجيل بعدنا 200 والله يروح يا رب يا حجي الله يربحه يا حجي. هذا العم ابو محمد ابو عواد يا حجي. لا تدفع ابو علي نورك يا محمد. 200 دولار عم يدفع قليل قليل والله. مش ابو احمد مو قليل قليل. سكت نادي لازم النادي والله شنو اذا استفدت بيه عمي محمد الشباب والله العظيم يعني مع ايوه ايه الثلاثه والله 200 دولار قليل 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 ها والله لازم 215 210 25 25 حق 250 يا ابو علي صعوبتك والله حق 250 ابو علي ظل قدام السوق بمترين دائما بين لحمة طلعنا ابو اي زينات والله عمي ابو علي بس بين الخروف ب 4 دولارات و40 يعني 5 دولارات و40 لا 5 دولارات و30 5 دولارات وربع يعني معدل بلنجاي 40 بس شنو منشي الحلال عمي ابو عواد ثلاث فطايم هاين عجل يا شباب من شهر ونص نازل 4 خراف و4 فطايم 8 نعجات اي نعم عنص 4 ب 4 ايش قد سوى مثل هذا عمي ابو عواد والله 360 الطلب ما يعطوك 280 ما اعطوك 280 290 انت على شات امبارح ما ادري والله ماني اي عرف تابعين ما البارح ما حضرت بيها ما علي سالفه ما علي سالفه وفهم علي الله عليك يا نورك يا محمد مرات مو على هي مو على لا لا هو على سوق امبارح يقول على موجب امبارح زينات فتايه كلها فتايه مو عم ابو عواد ابو عواد 310 هنا 310 مش هذا حق ال 15 فتايه كلها فتايه ما بلا هرمه ولا شطور ولا عوره ولا كل شيء ثمن روس وراهن ثمن روس اربع فطام واربع خراف 310 صاير دفايعه هاي ازحمها معاهن ما شاء الله تبارك راي زين يعني خروف علي خروف خروف
باع استطلاعية يعني باع استطلاعية. لا كويسات كويسات عمي أبو عواد. عمي أبو عواد امبارح شفت سوق امبارح وسوق اليوم، اليوم شلون مو أحسن من امبارح؟ إيه بي حركة بي أحس بي نسمع من امبارح. إيه امبارح ساتش. بيتحرك إن شاء الله. إي والله امبارح. يعني هو أول رمضان حياته يعني أول رمضان سبحان الله دائما الأسواق هيك. الشعب صايم والسوق نايم من امبارح. وبعدين يبلع إن شاء الله. إي نعم. يا الله يسوي حرب إن شاء الله. رباعية ها؟ رباعية طالعة. حلابة. طالع مسالف يا ابو قد حليباته تقريبا ابو دريد ما شاء الله بركه بركه من الله بس حلابه يعني حلابه مكفوله على الذهب بالنسبه لحليب وراها جدي مو وراها جدي ما شاء الله تبارك الله رباعيه طالع مثالث مو طالع اي ايش قد طلبت بيها والله 5.5 ما اعطوك شيء ابو دريد لسه ما حسبنا والله لسه ما انسابت خشان انت زينه وبرده زينه كفاله وجدي يا شبعان يعني ما هو شبعان اللهم صل وسلم لسه ما ندفع بيه شيء بس العصر احيانا العصر اي نعم طلب 50 دولار والله سامع سامع شايف لك السوق اليوم ما اعرف العالم نايم من الصيام ما اعرف نعم الشعب صايم والسوق نايم ايه الله يرزقكم الدابه النظيفه والحليب مطلوبه نعم كويسه زينه ما شاء الله خشاب عليكم قول لي قول لي ابو حسين عامر مفطر ولا صايم؟ لا صايم اقول لك يعني تعرف طاعتنا وطاعتك ان شاء الله جاتنا غتاب وثاني يسمعنا شلون السوق عندك ابو جهاد؟ الحمد لله رب شوي يهدو الناس صايمة لسه الناس صايمة هاي غنم لحم هاي ابو غنم لحم كاسيومها 5 دولارات ما اعطوك شيء لسه ما اعطوك يعني 4 5 الا ربع تبيع اكيد يعني 4 ونص فوق بياعين بياعين نعم اللهم صل على محمد نعم ما شاء الله تبارك الله الجبه هاي الخراف الورادي عندك ايش قد قامت تسومها ابو جهاد؟ هاي الخراف قاعد تسومها 225 200 25 200 ما شاء الله تبارك الله 225 ما صار بي ما انطوك بي شيء ابو جهاد والله هل مين هذا صغير والله 75 75 70 75 اللهم صل على النبي 200 صاحبه بين 200 تنباع ها 200 تنباع واحد يخبر علي عن 200 يشيل 10 فرير نعم اللهم صل على محمد الله يرزقك يا ابو جهاد ما شاء الله تبارك الله الحماصنا اشتروه هنا والله تشتري الحماصنا يا اخي شلون ايش رايك بنا ابو جهاد؟ والله طيبات طيبات ها؟ لا اخوي العمر السوق ايش قد صار الكيلو؟ 5.65 5 دولارات و65 5.65 5 دولارات و65 يا شباب بس ما ادري بس ايش قد بيها اوزان ابو جهاد ما شاء الله؟ 55ات توقعت انها 55ات والله اللهم صل اللهم صل ما شاء الله تبارك الله والله الحماس قلوبهم قويه يشترون اي والله فاضيه فاضيه لسه بيها متى شغل ولا واحد مبدل كل اخراف ما شاء الله تبارك هذا خشن واحد بين والله اخراف ما شاء الله ما شاء الله الله يرزقكم الله يرزقكم كل اخراف والله الله يبارك فيك صارت ب 5 دولارات و65 سنت ابو مريم شلون 55 56 عجب يكسر مقلب بعض بين 55 و 56 قام تتحمل على السياره طالعه من السوق ها طلعت هنا والله زين يعني شكاره مثل هاي عم تنباع بسوقنا سوقنا مو شيء لا والله عمي محمد الحمود انباعت 311 دولار عند محمد الحمود يعني قضب الخروف تقريبا 310 311 دولار نعم من عدد لا الصلاة والسلام الله يوفق الله يوفقكم ان شاء الله اللهم صل وسلم على النبي ان شاء الله تبارك الله ان شاء الله على السيارة ان شاء الله على السيارة جر 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 كل اربعة انت عارفين على الخروف 5 دولارات و65 سنت يا شباب اليوم قرب 310 311 دولار الخروف ما شاء الله تبارك الله الخروف ولا ابو 3 دولارات و 5 دولارات و65 سنت يعني قرب الخروف ب 311 دولار تقريبا كان السوم انسامر 120 دولار يا شباب صلاة والسلام على رسول الله 120 دولار عند عمنا ابو سامر واخونا الدلال سامر ملك شيمة شيمات من النعيم يا شباب جماعة كويسين ومحترمين واحنا اكثر واحد الناس تفهم عليه الكشيمات شباب دير الزور
اكثر ناس تفهم اليوم. ليش؟ لانه هم مشكلجيه واحنا مشكلجيه، فنطبخ على بعض. اللهم صل على محمد. 120 دولار عم يطلب سامة. مصطفى ما اعطانا، بس غيره عم يدفعوا لنا بهم 100 دولار. 100 دولار جباره. 100 دولار هاي 20. ومصطفى شو يسوي هنا؟ انا والله ودي غنم. ابن عمتنا غالي هو الكل بالبلد. خاف انه ما يروح يشتري من عند غيرك ولا شفناه بس ما انبسط. ايوه يا ابو حمزه. لا مصطفى ذيبه. الله يسلمك يا ابو حمزه. الله يسلمك. عندنا ثلاث جداية يا شباب ورا عنز واحدة. عندنا ثلاث جداية توم ورا عنز. ما شاء الله تبارك الله. الصلاة والسلام على رسول الله. حي الله هلا اخوي حياك حياك الله. هاي ام الجداية يا شباب. الصلاة والسلام على رسول الله. ذرتها طيبة والله يا شباب. ذرة طيبة. والدة ثلاثة. هي. ما شاء الله تبارك الله. راس ماله 500 دولار يا شباب. العنز راس ماله 500 دولار هي وجدايه. ثلاث جدايه وراها ومنجحتنا. ثلاث جدايه شبعانات مو انه ثلاث جدايه ضعاف وتعبان داق على الظهر. ما شاء الله. صلاة والسلام على رسول الله. عنز حلوه والله ومن جدايه. صلاة والسلام على رسول الله. ثلاث جدايه ما شاء الله تبارك الله منجحتن والله. اي نعم. راس ماله 500 دولار. اللي عنده زود يراسلنا يا شباب. عنده 50 دولار يراسلنا.